مرحبا أصدقائي، أتمنى تكونوا بألف خير. معكم منى من قناة منى كورنر. اليوم حشارك معكم طريقة عمل المكرونة على الطريقة الصومالية. طبعا المكرونة طريقتها ما تختلف من أي بلد لآخر، يعني هي الطريقة نفسها اللي بيختلف ويفرق اللي هو الصوص. فحشارك معكم طريقة طبخ الصوص على الطريقة الصومالية، بالإضافة حشارك معكم طريقة عمل اللي هو البسباس الصومالي السريع اللي بنعمل في البيوت بشكل يومي. خليكم معنا. طبعا اول شيء المكرونه او الصوص هنعمله باللحم اللي هو لحم غنم. تقدروا تاخذوا لحم بقري او لحم جمل، وفي ناس ممكن ما بيحبوا اللحم، ممكن يعني اي نوع بروتين ثاني، بس لكن يعني الطريقه التقليديه الصوماليه بيستخدموا لحم الغنم او لحم الجمل في عمل الصوص حق المكرونه. عندنا هنا شويه بصل وكزبره وثوم، بالإضافة لشوية بطاطس وشوية فلفل ألوان، ممكن تضيفوا جزر حسب الرغبة، ومعجون طماطم وشوية طماطم. هذه المكونات، وأكيد زيت وشوية كمون وهذه الأشياء. بعد ما يسخن الزيت حنضيف قطع اللحم، طبعا على اساس تشمع اللحمة وتاخذ لون وتستوي بسرعة. هعمل معاكم طريقة عمل اللي هو الكزبرة. الكزبرة احنا بنعملها بهذه الطريقة، بتندق هي والثوم في الهاوند. ممكن واحد اللي حاب يعمل في المطحنة او الخلاط، لكن بالطريقة الصومالية التقليدية بهذه الطريقة يندق الثوم والكزبرة في الهوند، وبعد كذا تنضاف على خليط الطبخ. انت خليط الطبخ سواء خليط الطبخ على الطبخة، سواء كان على الرز او كان على المكرونة، صوص المكرونة. بهذه الطريقة يتحضر اللي هو الثوم مع الكزبرة. طبعا مع يعني الريحة بتكون جدا رائعة، وبتكون الكزبرة يعني تكون فريش، فلو تنضاف مع الثوم وتندق بهذه الطريقة بتطلع روائح عطرية أكثر، والطريقة هذه أنا عجبتني. هنضيف الماجي او مرقة دجاج، بيتفتت بهذه الطريقة، بيصير زي كأنه بهارات يعني مطحونة. وحنضيف شوية كمون، طبعا يعني ما بتحتاج اكثر من هذا الشيء، يعني ما بتحتاج بهارات كثيرة، لانه في ثوم وفي اوريدي كزبرة، فما بتحتاج بهارات كثيرة. أضفت هنا طماطم معصورة، وملعقة كبيرة من معجون الطماطم. طبعا أنا في هذه الفترة كلها أنا ما أضفت موية للحمة، مجرد الموية اللي طلعتها اللحمة نفسها، بالإضافة إنه الطماطم فيها سوائل.
بعد ما غطينا على اللحمة مع الطماطم مدة 20 دقيقة، أضفت ربع كاسة موية على أساس تساعد في استواء اللحمة. هنا البطاطس قطعته بهذه الطريقة النحاف على أساس يستوي بشكل سريع، حطيته مع اللحمة بعد تقريبا بعد 10 دقائق من إضافة الموية. ما حياخذ فترة كثيرة، إحنا بطاطس يعني مقطعينه صغار وحيستوي بسرعة. نجي لطريقة عمل البسباس اليومي أو الشطة أو الفلفل اللي بيستخدم بشكل يومي. هنحتاج كزبرة وثوم وفلفل وليمون بالإضافة لشوية موية. طبعا أكيد هنعمله في الطريقة بالطريقة التقليدية، حيكون في الهاوند. حندب الثوم مع الكزبرة مع الفلفل، فلفل حسب الرغبة كم، إذا حابين أكثر أو حابين أقل. نقطع الفلفل بشكل صغير وبعد كده بنضيفه على الهاوند، في الهاوند ندقه، وبنضيف شوية ليمون بعد ما نحس إنه الفلفل مع الكزبرة ندق تمام، بنضيف شوية ليمون. هنا زي ما انتم شايفين معايا هذا هو القوام المطلوب للصوص، بيكون شوية ثقيل. حنضيف الفلفل الرومي، ما حننتظر عليه ينطبخ كثير، مجرد ثواني وبنقفل عليه النار. طبعا سوينا المكرونة وهذا الصوص مع المكرونة وكمان جنبه البسباس. أكيد ما ننسى أهم إضافة اللي هي الموز. الموز بينأكل مع الوجبات الرئيسية زي الرز وزي المكرونة، شيء أساسي وبيعطي طعم حلو، أنصحكم تجربوه. طبعا الآن جاء دور تجربة الصوص.
طبعا الصوص مع طبعا اضفت شويه من البسباس مع اخذت لقمه مع الموز. طبعا ما احكي لكم الطعم جدا رائع، خاصه انه قطع اللحم مع طريقه طبخها مع الصوص كيف كان ثقيل، يعني ما هو سائل شويه، قوامه ثقيل. صراحه الطعم جدا روعه، واكيد اكيد انا متاكده اذا جربته بهذه الطريقه مع اضافه الموز واضافه البسباس انا متاكده انه حيعجبكم. اتمنى لكم التوفيق، مع السلامه.